يتميز شهر رمضان الكريم لدى مغاربة بلجيكا بحس تضامني متفرد، فهم يحرصون خلال هذا الشهر الذي تزداد فيه الحاجة إلى تعزيز قيم التآزر والتآخي على أن يمدوا يد المساعدة إلى الأشخاص المحتاجين أو في وضعية صعبة، سواء من خلال مبادرات فردية أو عبر النسيج الجمعوي المغربي. وهنا فإن الإفطارات الخيرية التي يعود ريعها لذوي الحاجة هي خير مثال على هذا الزخم الإنساني. أعضاء الجمعية قرروا يعملوا واحد الإفطار باش هاد العائدات ديال هاد الإفطار نساعدوا بهم الناس اللي في الحاجة. هاد المساعدة من ضمن فعاليات جمعية عالم الإنسانية اللي كتقوم به طيل السنة، وأسبوعيا كنوجدوا الإفطار والوجبات، الإفطار في رمضان والوجبات في الأيام العادية. جمعية عالم الإنسانية شأنها شأن عدد من الجمعيات التي يسيرها مغاربة بلجيكا، تضاعف جهودها خلال شهر الصيام وتعمل بالخصوص على توفير وجبات غذائية للمشردين واللاجئين في العاصمة بروكسل، علما أن هذا النشاط الخيري يشمل باقي أيام السنة. شهر رمضان هو بطبيعة الحال فترة تتسم لدى المسلمين بطابعها الروحي، لكنها أيضا شهر للانفتاح على الآخرين والسعي إلى التضامن مع المحتاجين والأشخاص الأكثر عوزا. إنه إذن تجسيد بالغ للحس التضامني القوي الذي يميز مغاربة بلجيكا وأوروبا عموما خلال شهر رمضان الأبرك، والذي يعكس صورة مشرقة للخيرات الجالية المغربية في جميع الأعمال الخيرية وذات الطابع الإنساني.